اهلا وسهلا بكم اعزائنا الطلاب، طلاب الصف السادس اعدادي في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اليوم راح نحل الاسئله الموجوده اللي قاعد تشوفوها امامكم اللي هي سنه 2014 بناء على طلب بعض الاخوه الطلاب الاعزاء. فان شاء الله راح نبدا بيها، واحتمال راح تصير على قسمين لان الفيديو حتى ما يصير طويل او ما يصير ممل. نجي على القطع الخارجيه. بالنسبه للقطع الخارجيه حكيناها اكثر من مره وراح نحكيها وايضا راح نكرر وما نغير كلامنا، انه القطعه الخارجيه اذا نريد نحلها فالحل مال القطعه الخارجيه يحتاج ترجمه كامله، ترجمه مضبوطه. عندك ترجمه تقدر تحل، ما عندك ترجمه اكو طريقه مبسطه لحل القطعه الخارجيه. راح ناخذ هاي الطريقه المبسطه، مع العلم انه الحل النموذجي مال هاي الاسئله اللي راح تشوفوها مال القطعه الخارجيه راح تلقوه في رابط اسفل هذا الفيديو. طيب شنو هاي الطريقة المبسطة؟ الطريقة المبسطة عندنا هنا What is diabetes؟ قلنا هسه مثلا انا طالب ما اعرف ترجم، ما عندي اي ترجمة، عندي What is diabetes؟ فاشوف الديابت شنو هذا؟ نشوف الجملة الأولى. عندي هنا ما دام عندي What فتسأل عن التعريف، فهذا عندي تعريف الديابت اللي diabetes is a disease that affects millions of people around the world. طيب هذا هو الموجود قدامي. نجي على السؤال الثاني. Write two main causes of diabetes. طيب هنا ايش عندي؟ عندي two main causes of diabetes. نجي نشوف ندور على causes، ندور على الأسباب. الأسباب راح نلقاها. عندنا هنا because السبب، السبب الأول هذا قلنا their body آسف يقول their body their bodies are not able to produce enough insulin، هذا السبب الأول. نجي على السبب الثاني ندور عليه أيضا cause، السبب الثاني أيضا your lifestyle، بسبب اسلوب الحياه. هذين السببين. نجي how can diabetes be treated، كيف يتم معالجه مرض السكر او مرض السكر. نجي هنا ندور على الكلمات الاساسيه اللي هي treated. نشوف وين كلمه treat، هذين اللي اشرناه ما راح نرجع عليهم مره ثانيه. Can treat read. Okay, عندنا كلمة read. فهذا الجواب. الجواب راح يكون من البداية. It can be treated by injection of insulin. طيب. أما رابعاً true false، صح والخطأ. هي من أصعب الأسئلة اللي true والfalse لأنها تحتاج على معنى، لأن هو مو جواب حتى نروح ندور عليه. نجي عليه. Scientists، العلماء، have discovered، اكتشفوا treatment، العلاج for diabetes، لمرض السكر. هل العلماء اكتشفوا هذا العلاج، العلاج النهائي؟ خلينا نشوف. هنا أنا راح نشوف عندنا no cures، لا يوجد علاج. لا يوجد علاج. فالجواب هو false. طيب. It's also losing. هنا راح مثلا اذا واحد من الطلاب يسال يقول ايه هسه اكو علاج له، والله احنا ملتزمين بنص ولازم نمشي عليه. خامسا diabetes، مرض السكر، can be treated، يمكن ان يعالج by فراغ، ايضا نفس الجواب by injection of insulin. هنا عم نعطينا regular give a suitable. هنا معطينا اختيارات drinking water، شرب الماء، eating more، الاكل الكثير، regular exercise، تمارين منتظمه. فهنا حسب ما عندنا، حسب ما موجود عندنا هنا، عندنا taking regular exercise، بالتمارين المنتظمه. اما اخيرا give suitable title to the passenger. هنا شلون راح نعطي عنوان للقطعه؟ العنوان هو نختار الموضوع الاساسي.
شنو هو الموضوع الأساسي؟ لازم نقرأ ونشوف. احنا بعد ما حلينا الأسئلة، كل الأسئلة تشير إلى أن الموضوع الأساسي هو الديابت. إذا نختار ديابت، طيب إذا رحنا شفنا الحل النموذجي مال هاي القطعة، ديابت is a disease that affects millions of people around the world. Overweight have poor diabetes. هذا اللي أشرناه قبل قليل. It can be treated by injection of insulin. هاي قبل شوي أشرناها. أكو تكملة إلها لكن هناك اللي شكافي. بعد ذلك النقطة الرابعة قلنا عليها false. C regular exercise. والسادسة diabetes. طيب نجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني يتكلم عن أسئلة القطع. هنا العفو فرع بي، آسف، فرع بي يتكلم عن أسئلة القطع. أسئلة القطع هنا شلون راح نحلها؟ هاي ماك وشلون راح نحلها؟ عندك أسئلة مع القطع لازم تحفظها، أو بمعنى أصح إنه لازم تحفظ القطع نفسها، لأن أسئلة القطع اللي موجودة عندكم بالملازم هاي مطيكم إياها الأساتذة حتى كرؤوس أقلام، لكن الأساس إنه لازم تحفظ القطع نفسها. لكن مع ذلك انه هاي الاسئله ان شاء الله راح نلقاها في العفو، راح تلقوها بالديسكربشن اسفل هذا الفيديو وراح تحفظوها.